أوجد إذا كان نظام هذه المعادلات الخطية التالية متجانس أم غير متجانس، وأعطي لنا x زائد 2y يساوي 13 و3x ناقص y يساوي سالب 11. وحتى نقوم بحل هذا السؤال يجب أولا معرفة ماذا يعني متجانس وغير متجانس. إذا نظام المعادلات المتجانس، نظام المعادلات المتجانس لديه حل واحد على الأقل، حل واحد على الأقل، at least one solution. ونظام المعادلات الغير متجانس التي يمكن أن نتخيله ليس له حل، إذا لا حلول له، no solution. إذا لنفكر بهذا بيانيا، كيف سيبدو الرسم البياني للنظام المتجانس؟ دعوني أقوم بالرسم. هذا محور X وهذا محور Y، وإذا كان لدي خطين يتقاطعان مع بعضهما البعض سيكون هذا النظام متجانس. إذن هذا الخط هو هذا خط آخر وإنهما يتقاطعان ولهما حل واحد عند نقطة تقاطعهما، إذن هذا سيكون نظام متجانس. والنظام المتجانس الآخر يمكن له أن يكون نفس الخط لأنهما سيتقاطعان في كل نقطة، أي أنهما إذن سيكون لهما عدد لا نهائي من نقاط التقاطع. لذا دعونا نقول أن هذا هو الخط، سيبدو هكذا، وسيكون الخط الآخر يقع على الخط الأول وسوف يتقاطعان عند كل نقطة على ذلك الخط. إذن هذا أيضا سيكون نظام متجانس. النظام الغير متجانس هو النظام حيث لا يوجد حلول. لذا دعوني أقوم مرة أخرى بالرسم، سأرسم هذه المحاور. إذن سأقوم برسم المحاور مرة أخرى حيث لا يوجد حلول، والطريقة الوحيدة التي يكون فيها النظام غير متجانس عندما لا يمكن للخطين أن يتقاطعا أو يمكن أن يكونا متوازيين. إذن واحد من الخطوط سيبدو هكذا والآخر سيكون له نفس الميل ولكنه مزاح حيث يكون له تقاطع واي مختلف. إذن سيبدو هكذا، وهذا ما سيبدو عليه النظام الغير متجانس. إذن سيكونان الخطان متوازيان. إذن ما نود فعله هنا هو أن نقوم بتمثيل كل من هاتين المعادلتين ونرى إذا كانا يتقاطعا. والطريقة الأخرى هي أن ننظر إلى الميل ونرى إذا كان لهما نفس الميل وتقاطع y مختلف. سيكون هذا نظام غير متجانس، لذا دعونا نقوم بتمثيلهما. دعوني أرسم محور x وأرسم محور y. محور y هذه x وهذه y. يمكننا أن نقوم بذلك بطريقتين. الطريقة الأبسط بأن نجد نقطتين تحققان كل من هاتين المعادلتين وهي كافية لتعريف الخط. إذن الأولى دعونا نقوم بعمل جدول لكل من x و y. عندما x تساوي 0 يكون لدينا 2 y تساوي 13. إذن عندما x تساوي 0 يكون لدينا 2y يساوي 13، أو أن y تساوي 13 على 2 ما يعادل 6.5. إذن عندما تكون x تساوي 0 ستكون y تساوي 6.5، إذن ستكون النقطة هنا. إذن هذه النقطة هي 0 و 13 على 2. والآن دعونا نرى عندما تكون y تساوي 0، عندما y تساوي 0 ستكون x تساوي 13. x تساوي 13، إذن ستكون النقطة 13 و0. هذه هي النقطة 0 و6.5.
إذن النقطة 13-0 ستكون تقريبا هنا، 13-0. إذن هذا الخط يمثل هذه المعادلة، أو أن هذه المعادلة يمكن أن تمثل بها بهذا الخط. دعوني أقوم بأفضل ما لدي لرسمه، سيبدو الخط هكذا. الآن دعونا نهتم بهذه المعادلة، ومرة أخرى دعونا نقوم بعمل جدول لـ X و Y. إذن عندما تكون X تساوي 0 نحصل على 3 ضرب 0 تساوي 0، ونحصل على سالب y يساوي سالب 11 أو y تساوي 11. إذن ستكون النقطة 0 11 ستكون هنا 0 11. الآن عندما تكون y تساوي 0 3 x ناقص 0 يساوي سالب 11، أو أن 3x يساوي سالب 11، وإذا قمنا بقسمة كلا الطرفين على 3 سوف نحصل على x تساوي ناقص أو سالب 11 على 3، وهذا ما يعادل بالضبط سالب 3 و2 على 3 أو ثلثين. إذن عندما y تساوي 0 ستكون x تساوي سالب 3 و2. إذن ربما ستكون النقطة هنا، هذه هي النقطة سالب 11 على 3 و0. إذن المعادلة الثانية ستبدو هكذا، إذن الآن من الواضح أن هذان الخطان يتقاطعان. ولكي نحل هذه المسألة علينا أن نجد النقطة التي يتقاطع عندها هذان الخطان. إذن من الواضح أن هذان الخطان يتقاطعان، إذن هذا نظام متجانس من المعادلات لديه حل واحد، وحتى يكون هذا النظام متجانس يجب أن يكون لديه حل واحد على الأقل. إذن مرة أخرى لدينا هنا نظام متجانس من المعادلات.